عرض مسلسل مسار إجباري مع ردود أفعال إيجابية عنه وتعلق الجمهور بيه، وبعد إشادات كتير بأداء عصام عمر وأحمد داش. وكان من أكتر المشاهد اللي اهتم بيها الجمهور هو مشهد الفرح الشعبي والأغنية اللي قدمها عصام صاصة فيه. وكمان مشهد النهاية اللي العصابة المكونة من مجدي حشيش وصفت مصباح وسناء بيتقبض عليها، اللي الجمهور على السوشيال ميديا كان فرحان فيهم وفرحان بالنهاية السعيدة للمسلسل. فاكر أعلى يوم عزب هنا لما جيت لك عشان ناخد له نفس العزب؟ يومها عرفت إن إحنا هنقدر على أي حاجة ودرنا فيها. تصدر مسلسل مليحة ترند جوجل حسب ما نشر موقع مبتدأ، وده طبعاً بسبب موضوعه اللي بيتناول القضية الفلسطينية واهتمام الجمهور العربي بتفاصيل الانتهاكات اليومية اللي بيرتكبها جيش الاحتلال على الفلسطينيين. وكمان المسلسل أثار مخاوف قطاعات كتير في دولة الاحتلال حسب ما ظهر في أكبر وأهم الصحف هناك. الأيام الصعبة اللي زي دي ما ينفعش معاها بكرة، الأيام دي محتاجة صبر. تفاعل الجمهور مع أي عمل فني بيمثل جزء كبير من نجاحه، وده اللي شفناه في التفاعل مع شخصية صدفة اللي بتقدمها النجمة ريهام حجاج في المسلسل. تصدق لمست قلبي، بس لمست قلبي في حالة واحدة بس، لو كان ده حب حقيقي، إنما بقى لو شفقة يبقى لا، أنا ماليش في الشفقة يا طار. وجزء من التفاعل ده هو الكوميكس على السوشيال ميديا اللي الجمهور بيعلق عليها وبتبين تأثير المسلسل وشخصياته عليهم. أسماء أنا أزعل منك قوي، عشان أسماء بقى ما تتنسيش، دي كانت قمر قمر قمر.